باسم الآب والابن والروح القدس لان واحد آمين. أحبائي الكرام، أقدم لكم قول نسب إلى القديس البابا أثناسيوس الرسولي بعنوان خبز الحياة، وهو لحن صار يقدم ضمن تسبيح القداس على الأخص بعد توزيع الإفخارستية، وهو لحن بي أويك. وقد وجد هذا اللحن أيضا ضمن كلمات سيوتوكية الأحد التي يقال أن البابا أثناسيوس الرسولي قد ساهم بقدر كبير في صياغة هذه السيوتوكية. يقول هذا القول أو هذا اللحن: خبز الحياة الذي نزل من السماء ووهب الحياة للعالم، وأنت أيضا يا مريم حملت في بطنك المن العقلي الذي أتى من الآب ولدتيه بغير دنس، وأعطانا جسده ودمه الكريم فحيينا إلى الأبد. يقوم حولك الشيروبيم والسيرافيم ولا يستطيعون أن ينظروك، ونحن كل يوم ننظر على المذبح ونتناول من جسدك ودمك الكريم. من أجل هذا نعظمك باستحقاق بتماجيد النبوية، لأنهم تكلموا من أجلك بأعمال كريمة. أيتها المدينة المقدسة التي للملك العظيم، نسأل ونطلب أن نفوز برحمة بشفاعاتك عند محب البشر بشفاعات والدة الإله القديسة مريم. يا رب انعم لنا بمغفرة خطايانا. هذا اللحن الرائع بيلقي الضوء على تجسد الابن الكلمة من السيدة العذراء مريم، وصار لنا بعد ذلك خبز الحياة، فكما قال: جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق. فعندما نتناول من الإفخارستية نسمع كلمات هذا اللحن المبارك من الشمامسة يرتلون به لكيما يذكرون على أن الله الكلمة المتجسد الذي تجسد من السيدة العذراء مريم بغير دنس، أي أنها كانت خالية من الخطية وقت تجسد ربنا يسوع المسيح منها، رغم أنها قد ورثت الخطية واحتاجت إلى الخلاص بعد ذلك. فهي التي قالت: أما أحشائي فتلتهب عند نظري إلى صلبوتك الذي أنت صابر عليه من أجل الكل يا ابني وإلهي. ولكن عندما حل الله الكلمة في أحشائها فطهرها وقدسها وملأها نعمة، كما يقول لحن المجمرة الذهب، أي طيشوري في القداس الإلهي. وهنا السيد المسيح بكونه خبز الحياة بي أويك، ولكن قد وفر لنا الحياة من خلال إفخارستيته ومن خلال تناولنا لجسده ودمه المقدسين. ويرتل هنا المرتل، أو كما رتله ونظمه القديس البابا أثناسيوس الرسولي، فقد دعاه المن العقلي، وقد أيضا دعاه أيضا إلى أن الشيروبيم والسرافيم لا تستطيع أن تطلع على ذبيحته الإفخارستية، لا فبجناحين يغطون وجوههم وبجناحين يغطون أرجلهم وبجناحين يطيرون. وكان في عهد الكنيسة الأولى كان الآباء لا يودون أن أحدا يطلع إلى هذه الإفخارستية، ففي وقت التقديس كانت تنسدل الستائر حول المذبح لكيما يكون الوقت وقت قدسي يحل فيها الروح القدس، ولا يستطيع أحد أن يطلع على هذا التحول السرائري، لأنه كان تحولا سرائريا مخوفا، وأيضا له خشيته ورهبته واحترامه وتقديره أيضا. الرب قادر أن يجعلنا دائما
نتغذى على جسد ربنا يسوع المسيح ودمه. لربنا كل مجد دائما أبديا، آمين.